كوش قول لا. يعد هذا البرنامج واحد من أعظم تمارين في عالم كمال الأجسام، حيث يتم تقسيم الجسم إلى ثلاثة أجزاء ليتم تدريب كل جزء في يوم لوحده. بمعنى آخر، بوش تقوم بتمرين الصدر والكتف والترايسبس في يوم واحد، بول تقوم بتمرين الظهر والكتف الخلفي زائد البايسبس، والليك أي الأرجل زائد السمانة. وهذه أفضل تقسيمة يمكن القيام بها مع شرح كامل، ولنبدأ على بركة الله. في اليوم الأول سوف تقوم بتمرين عضلات الصدر كاملة وعضلة الكتف الأمامي والجانبي زائد ترايسيبس. قم بالإحماء أولا قبل بداية البرنامج التدريبي. اليوم الثاني سوف تقوم بتمرين عضلات الظهر وعضلة الكتف الخلفي فقط زائد عضلة البايسبس. لا تنسى الضغط على لايك وتفعيل الجرس لتتوصل بجديدنا في الحال، ولنبدأ على بركة الله. اليوم التالي تقوم بتمرين عضلة الأرجل، وفي نهاية الحصة التدريبية تقوم بتمارين البطن.